أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال من أبو بندر من الطائف، تفضل يا أبو بندر. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي أبو بندر، تفضل. عليكم السلام. نعم. سؤال طال عمرك. تفضل. في وظيفة بتقدم عليها ومطلوب علي شهادة حاسبالي، والحاسبالي في معهد أهلي يبيعها ب 1500 ريال، هل يجوز اختبر عند المعهد هذا الاهلي وادفع 1500 واخذ الشهاده وتقدم على الوظيفه، ولا ما يجوز مع الثانويه؟ ما يجوز يا اخي، الغش هذا غش ما يجوز، ويجب ان تخبر عن هذا اللي يبيع الشهادات، هذا غشاش للناس، ياكل المال بالباطل ولا يجوز هذا. نعم.